بون هاد ماتش ديما في لا كوب دو لا كاف مي كنتيحو هاد الفراقي اللي عندهم ليكسبيريونس في لا كوب دافريك بحال العام اللي فات ليطوال دو ساهل ولا الزمالك اللي لعبنا ديما كتلعب في لو ديتاي الحمد لله هاد الماتش دار شويه عندنا اون ا مونكي دو شانس سيت سيزون بور اون فوا كون ا ان بو دو ريوسيت ا لا ديرنيير مينوت حق سيتي ان بون ماتش même si la première mi-temps ne m'a pas plu, même si on avait la maîtrise en première mi-temps, il m'a pas plu, c'est le déchet technique, il y a beaucoup de passes, on était en retard. Ouakhaïda, ils ne nous ont pas inquiétés, ils ont une occasion sur une erreur individuelle d'Yelna, de Naïf, et ensuite il y a eu le but sur, pareil, une erreur de marquage. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, je pense que c'est mérité, après, on revient au match, et après, ben, Kekhal Lakhria, une occasion, elle arrive à Ayoub, marque le but l'Iré Aouna parce que Kekhal Lena Brroh fait de la compétition. Goulcham, Louil, Bejdouz, c'est que tu as les trois matchs à domicile, ou Djibchi Hajam Barra, donc voilà, c'était le deuxième match à domicile, six points. Il nous en restera un dernière journée. D'abord, on a deux déplacements, Kampala ou d'abord le club. C'est un Djibo Berda au moins deux points, ou là trois points, Inch'Allah, pour nous qualifier. Mais c'était un bon match, un match de haut niveau. Dommage, j'ai fait la fin de saison, qu'elle n'a rien. تو معايا وفي الاخر بين هاد لا كوب دافريك خصنا نفكروا خصنا نجمعوا فوك لا كاف ريفليشيس ان بو ا سا بوركو او موا دو جوان ما نقطعوش سا 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 كوت ريان باسكو دري سينو ما كيوقفوش كيعياو انكور اجوردي اون ا بيردي ان جوار بليسي لو كلوب افريكان تاوما بانت عليهم لا فاتيغ مي بون اون سادابت اون فا ايسي دو جيري اون بليس اون بو ميم با راجوتي دي جوار في لا ليست تاع ال 1er جويي دونك اون في افيك 6 بوان اون اي بروميير دو جروب صراحه فرحان اليوم parce que تعذبنا هذا العام وبغينا نتقاتلوا شويه في لا كوب لا كاف بغينا نمشيو بعيد دونك سي بيان سي 6 بوين on a rien fait ça va être difficile jusqu'à la dernière journée mais aujourd'hui on a quand même vu une belle équipe du FUS sur ton deuxième mi-temps رجعنا في اللعب ديالنا كريم بن عريف كان في ان بون ماتش faut le signaler et puis voilà on revient bien puis on va récupérer nos blessés mais c'est 3 points importants voilà صراحة ما كنفكرش ولا طوال ولا ماشي طوال كنفكر في الفرقة ديالي درت ان شونجمون عندي 18 جوار في لا ليست اللي يقدروا يلعبوا عندي سيدي بن بليسي عندي نيونغ بليسي عندي العروي بليسي عندي البناوي اللي دابا عاد رجع دونك ما عنديش بزاف دي سوليسيون في الاخر ابراهيم بحال اللي عرفتو لعب 6 شهور ما لعب 6 شهور دابا عاد رجع بنجي خرج بليسي دونك ديرنا شونجمون اش بنجي كان بليسي وفي الاخر عندي 13 اللي الماتش الاخر اللي ماركا وديما ملي كيدخل كيعطينا دي سوليسيون في الفكره ديالي ولكن عندي ان اتاكون دخل ان اتاكون بحق ما كانش عندي ان اتاكون في لوبون دونك دخل 13 ودخلت يوسف القدام بالحق انا بني ملي دخلوا كان عندنا اونكور دي سيتياسيون دي زوكازيون ما سا با شونجي اون ا يو لا ميتريز لا دوزيام ميتون كان عندنا الكره هما كانوا كيستنونا غير في لي كونتر اتاك هما اللعب ديالهم عندهم صابر خليفه كان تري غران جوور يلعب في مارسي كي يوتيليز بوكو لا بروفوندور هما ils ont ce style de jeu كنا نقدروا نتصيدوا في دي كونتر اتاك حق في لا ميتريس كان عندنا الكره جو بونس كو سي ميريتي لا فيكتوار سي اون فالي بلو لوان كان فرقه اللي لعبت الكره اللي باغي تربح كان فرقه اللي جات باش تجيب نقطه مره ملي كتبغي تجيب نقطه كانوا علينا يجيوها في الدقيقه الاخيره ومره كتصدقت في الدقيقه الاخيره باش ماشي عليهم باش مره اخرى تعلم ما تفتش تجيب تعادل تفتش باش تربح وهذا الشيء اللي غنديروا حنا ملي غنمشيو لعندهم غنمشيو باش نربحوا سافا تا ماتش تري ديفيسيل حنا عارفين بحال اليوم ملي حنا في الدار سورتو في مولاي حسن اوني تري فور عدونا في الدار دونك ملي غنمشيو عندهم مع الجمهور ديالهم عندهم ليكسبيريونس الحق هذا الشيء مزيان هذا الفوز اليوم باسكو دابا الضغط عندهم حنا غنمشيو باش نربحوا بيان سور حكوما بزز منهم خصهم يربحوا ولا داروا التعادل غيتقرفصوا دونك فوالا اون ا بليزيور بلان دو جو بحال اللي قلتي بالحق الصراحه اليوم غنرتاح باش نفكر حتى لو ماتش هو لو 20 جوان غنخلي الدراري يرتاحوا خمس ايام باسكو كاين عندنا غير هاد لا فينيتر اللي يقدروا يرتاحوا غنشوفوا جميع افيا غتلعبنا مع الوداد باسكو مازال سالات البطوله بحق حنا مازال عندنا ماتش دونك غنشوفوا كيفاش غنجيريو هاد الماتش الوداد اللي مهم الكلوب كيكبر مع هذا الماتش انا ملي جيت لعبنا الزمالك لعبنا بتجايا لعبنا ليطوال دو ساهل سافرنا دونك فوالا هاد الماتشات هما اللي كيكبروا الفراقي دابا صراحه اللي مزيان هي في تونس دابا كيعرفوا الفاتح الرباطي
لعبنا العام اللي فات مع ليتوال ما خسرناش جوج ماتشات. اليوم مع الكلوب افريكان سي دو غران كلوب كنحترمهم سي دي غران كلوب افريكان. دونك فوالا دابا سي سي بور سا حنا كان ريبريزونت لو ماروك. دونك مهم مهم في هاد الماتشات نبينو ملي عندنا النيفو سورتو مع سورتو مع البطوله اللي دوزنا هاد العام. الناس ولا شافوا الكلاسمون يقدروا يقولوا كان عندنا الزهر العام اللي فات في البطوله بحق. سي با سي با سا اون ان بيل ايكيب اون ان بون كلوب اون ميريت دتر ا س نيفو لا et on mérite de rencontrer des clubs comme le club africain. Mais ça va être un match très difficile. On va les respecter, mais bhali goutlek ran chou bach nabhou inchallah. Alors pour ta première question, je pense que déjà le match il sera différent. Lyoum homa jaou bach yjibo nqat men hna. Donc ils ont joué beaucoup défensif. Peut-être le match retour au Mali ikounou andhom le koura et peut-être que eux ils vont justement essayer d'utiliser les couloirs. Mais t'as une très bonne analyse parce qu'en première mi-temps il y a beaucoup d'espace sur les couloirs. On n'en a pas profité. En deuxième mi-temps, tu as mis le point sur ce qu'il faut. Ce que je leur ai dit, on ne profitait pas assez de passer sur les côtés. Il fallait changer le jeu plus rapidement. Ça nous a souri, on en a profité. Ça donne des idées pour le match retour. Mais aujourd'hui, je pense vraiment à me reposer. Quand on va revenir, on va penser pour le match retour. Concernant le mercato, la saison est pratiquement terminée. J'attends le dernier match du Wydad pour prendre des décisions concernant certains joueurs. Ce qui est clair, ce que je ne peux pas mentir, c'est qu'il y aura du changement parce qu'on ne peut pas accepter au FUS de faire une saison comme on l'a fait cette année. Il va falloir renforcer l'effectif, il y a beaucoup de fatigue, il va falloir ramener du sang neuf et on va être actif sur le marché, si ça peut aller comme réponse. Voilà, quand j'ai eu une mokable, il y a Abdel Azman, il y a eu un mokable, il y a eu un mokable, il y a eu un mokable, اللي يخولونا ناخذ نكسب وسط الميدان. كان عندنا الضغط على مستوى وسط الميدان فما كثافة عددية على مستوى وسط الميدان وبعد الانطلاق نحو الهجوم بعد افتكاك الكرة من نجحنا في الرسم البياني بتاعنا جابنا هدف وكملنا الشوط الأول منتصرين مع الأسبقية لنا على مستوى وسط الميدان وهذا مهم برشا في مقابلة كيما هكا أنك تعمل في الرسم اللعبة نتاعك ما تكونش منطقة استرجاع الكرة هي الدفاع تكون وسط الميدان أهم شيء. بين الشوطين كنا نبهنا أنه لابد من مواصلة العمل على افتكاك منطقة وسط الميدان خاصة عند بداية الشوط الثاني. الشيء اللي ما صارش لأنه بداية الشوط الثاني كنا البلوك نتاعنا كان طايح اكثر في المنطقه نتاعنا، يعني اصبحنا ندافع تقريبا على مستوى 20 متر، ليش؟ لانه لما كنا نخرج الكره ما كناش نملكها فوق، لذلك البلوك ما كانش عنده وقت باش يطلع. وقبلنا هدف في بدايه الشوط كان فما عدم توازن خاصه على مستوى امتلاك الكره، وهذا هو الاشكال اللي كان لنا موجود في بدايه الشوط الثاني. وتكلفنا بهدف، لكن مع مرور الوقت في الشوط مسكنا بزمام الامور خاصه لما كنا قمنا بالتغييرات اعطينا اكثر عمق للهجوم اعطينا اكثر توازن كذلك على مستوى وسط الميدان حتى نهايه المقابله. يعني ما كانش فما خاصه الربع ساعه الاخير ما كانش فما كنا نقولوا احنا نختار الباين اللي كان ينبأ الموجود باش تكون فما هدف خاصه انه الفرصه لنا احنا راس الحربه نتاعنا باش يسجل هدف وكان الحارس هو انقذ الموقف. يعني نفس الدقيقه 94 يعني نقبل هدف على كره ثابته لاعب طليق في دقيقه 94 هذا غير مسموح به، لكن قبلنا عليه هدف وتكلفنا مقابله. ما كناش نستاهل اليوم الهزيمه، في اقل الحالات كنا نستاهل على الاقل نقطه نروح بها اليوم من الرباط. هذا اللي صار، هذا اللي صار. احنا الرياضيين يؤسفنا توجعنا الهزيمه هذه لانه على الجمل المجمل المقابله ما كناش نستاهل الهزيمه، لكن في الاخير انهزمنا. تحملوا مسؤوليتنا فيها، صلحوا اخطائنا، وهذا هو. يعني في المقابلات الكبيره كما هكا بتاع كاس افريقيا لابد من استغلال اشباه الفرص، ولابد باش تكون مركز دقيقه مش 94 حتى يمكن دخول حجرة الملابس يكون مركز. اليوم ما صارش هذا، كلفنا مقابلة اللي هي توجعنا كثير. يعني احنا رياضيين معناتها
لازم تخلي تترك أثارها حينيا، يعني في غدوة نسترجع قوانا، غدوة نعود نشتغل من جديد ونصلح أخطائنا ونحضر المقابلة اللي بعدها، وذا هو القدر الرياضي. لذلك احنا مقابلتنا جاية، مش عندنا مقابلة كأس، نهائي كأس تونس قبل كل شيء الأسبوع الجاي، لكن بعد عندنا مقابلة العودة متاع الفتح الرباطي اللي احنا ما يلزمناش نخسر ولا نقطة فيها على أرضية ميداننا. مش تكون مقابلة سهلة، مش تكون مقابلة صعبة أكيد، لكن لابد من الفوز حتى نظهر استحقاقنا وجدارتنا بلعب من أجل ترشح الدور الربع النهائي. ألور يكون عندنا تحذير خاص، تحذير يكون فما كلوازونمون، يعني فما فصل بين المقابلة هذه والمقابلة الجاية، لكن لابد من الاتعاظ من الهزيمة متاع اليوم، لابد من الاتعاظ من أخطاء متاعنا، لأنه لو نعاود الأخطاء نفسها وليس هذا، وهذا غير مسموح به في المستوى العالي في كرة القدم.